لما غنيتي وقدمتي أغنية للبنان قدمتيها عن اقتناع لأنك بتحبي لبنان وشعب لبنان، قد ايه سعيد اليوم إنه قدموا لك هيك تكريم عن العمل اللي قدمتيه؟ مبسوطة جدا وميرسي لكل لجنة الماركس دور، وأنا سعيدة جدا لوجودي هنا وإن شاء الله يا رب نقدر نقدم للوطن العربي المزيد من الفن والثقافة وكل اللي يقدر يعمل حاجة لبلده يعملها يعني، وفي الآخر كلنا بنكرم. انتم مش بس نجوم بشركة روتانا انما كمان عم تعبروا عن محبتكم لبعض، وهذا الشيء لمسني لما الفنانة أصالة نصري قالت انه انت اقرب المقربات لها وغنيتوا ديو سوا اغنية للسيدة فيروز. دي حقيقة وده شرف ليا ان احنا نغني للست فيروز، وفنانة أصالة فنانة عظيمة وكبيرة، وشرفني ان اكون صديقتها لانها استاذتي، فلما تقول عني كده فده شرف ليا. من ساعة ما مضيت في روتانا وأنا نفسيتي بقت في العالي.